السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ واش اخباركم الدوار؟ واش اخبار الاولاد؟ واش اخبار الحومه؟ واش اخبار كلشي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ اليوم فلوج جديد، نهار جديد مع تباعي فلوج. اليوم ان شاء الله قبل ما نبدا معكم الموضوع، ما تنساونيش الا دخلتوا اول مره غتشوفوا هاد لاشين ديروا ابوني واشتركوا مع اختكم تباعي، ومرحبا بكم. تنساونيش من لايك، ما تنساونيش من البارطاج. الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا ابوني ودخلوا ديروا اشتراك معايا، ومرحبا بكم. ابوني اشتراك على كيف كيف. المهم جيتكم اليوم البنات بواحد الموضوع اللي انا خرجت به بنتيجه. شناهي النتيجه البنات؟ كيف تكوني في علاقه ديال زواج وعلاقه خطوبه ولا علاقه كما بغات تكون وتخرجي منها؟ شناهي اول قاعده انا خديت هي انك ما تتبعيش وتضيعي حياتك، تبقاي تبكي على الاطلال. يعني تبعي في ستوريات، تدخل خرج، هو في الفيسبوك، هو في الواتساب، هو في الماسنجر، هو منها تشوفي في التليفون عيط ليا لا ما عيط لياش. هاد النقطه هادي البنات نسايها، كنهضر معاك انت يا المراه اللي فيك اختي واللي فيك امي واللي فيك اي حاجه، وكلك صبر وكلك حنان وكلك عطاء. المهم شوفي يا حبيبتي، ما تتبعي لا في ستوري ولا في الفيسبوك ولا تدخلي ولا تخرجي ولا والو. اللي خلاك خليه، وسيختو اللي كان داير الذنب يستاهل العقوبه. المهم خرجي بعقلك تخونكيل وقلبك زين باش توصلي وباش تلقاي ما تعطي الغدا. الا تبعتيه هو عايش حياته، هو هذيك طريقه خداها وعجباته، ولكن انت ما تتبعي لا في ستوري، ما تضلي تقولي لا ما عيطش لا ما دارش لا ما فعلش. ونهار ان شاء الله غديري هذه الخطه هذه وتمشي عليها. وحاجه نزيد لك، الام يا المراه يا اختي يا عمتي، نزيد لك حاجه، ما تبقيش تصمتي ولا تبقي مع الناس اللي قريبين ليه، ولا عيطوا ليه ولا شوفوه ولا ديروه ولا فعلوه ولا تركوه. هذا الشيء كله غلط، وما عمرك ما غتبدلي وغتبقي في بلاصتك، حتى شعرك ما غاديش تمشطيه. هو عايش حياته باش ما يرضي الله وعاجبه، وما على بالوش كاع انت واش كتسناه، واش كاينه ولا ما كايناش. المهم وحاجه ثانيه، ولا غادي تبدلي ان شاء الله، ريبوزي شويه وجلسي مع راسك وفكري 3 شهور 4 شهور ما تخرجيش من علاقه وتخرجي في علاقه. وكي تلقاي واحد بدلي احسن من الوصفات، من احسن في العقل، والزين ماشي مهم، هو الاحترام. مي يكون معك واحد يحترمك، ما يعطيكش، ما يمدلكش، غير يعاملك نفس المعامل اللي تعاملي انتيا، هذا هو نيسيسيغ وهذا هو لي بورتو البنات. ونزيدكم حاجه، الا كنتو في علاقه ما تشوفيش الزين وتشوفي الطول وتشوفي ونمنا، شوفي المعامله وشوفي الاحترام، يكون ولد الناس يعاملك نفس المعامله اللي تعاملي انتي. ونقول لكم دائما قاعده خذوها، اللي نساك نسيه. وكما بغيت نقول لكم انا ديما هذه القاعده درتها ونجحت عليها، كما نقول لك في القلوب الروحهم كيعلم بهم غير الله. ونقول لكم ونزيد نقولها لكم، واللي بغيتي شي حاجه، بغيتي هدف حطيه قدامك، بغيتي تكوني زوينه انت احسن حاجه، ودائما شوفي راسك في المرايه وانت احسن وحده في العالم باش انت تبغي راسك باش الناس يبغيوك. ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وهذا هو الفيديو ديال النهار هذا، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. تنساونيش من لايك، ما تنساونيش من البارطاج، وتهلاو فرصكم فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، مع اختكم تبع فلوق. كنبغيكم كما كتبغوني، وكنقول لكم نعاودوا لكم تهلاو فرصكم وبغي راسك باش انت تبغي راسك الناس تبغيك. باي باي، السلام عليكم.